السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصره. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نعرفكم على اقوى علاج للحصى بالاعشاب. طبعا هذا العلاج معروف من القدم والتاريخ، ايضا بناء على تجارب المرضى اللي براجعونا. العلاج يستخدم لتذويب الحصى والتخلص من الحصى الموجوده بالكلى والمثانه والحالب، ايضا بنفع للحصى الموجوده بالمراره لكن بحتاج لمده اطول. العلاج بيتكون من الليمون وزيتون بني إسرائيل أو حجر بني إسرائيل. طبعا هذا الحجر تقدروا يعني تطلبوه من عند العطارين أو محلات الأعشاب، عبارة عن حجر موجود في فلسطين وموجود وبنباع بمعظم الدول العربية محلات الأعشاب والعطارة. طبعا هو عبارة عن حجر لكن يعني شكله بيشبه شكل الزيتون عشان هيك سموه زيتون. وبالنسبة لطريقة عمل الخلطة، بنعصر 3 حبات أو 4 حبات ليمون بكوب. ايضا بنقوم طحن حجر بني اسرائيل جيدا حتى يتحول لبودره، ويتم ازاله الشوائب الكبيره. بعدها بتم اخذ ملعقه شاي صغيره من البودره المطحونه، بتم وضعها داخل كوب الليمون. طبعا مباشره راح يحصل فوران لكوب الليمون وبتم شربه مباشره اثناء الفوران، وبتم شربه بالصباح الباكر على الريق قبل الفطور لمده 7 ايام ل10 ايام فقط. والحجر يعني ما في منه أضرار بالمدة المحدودة من 7 ل10 أيام، إلا المرضى اللي عندهم مشاكل بالكلى زي الفشل الكلوي. تقريبا احنا تكلمنا عن طريقة تحضير أقوى علاج الحصى بالأعشاب. بالنهاية لا تنسوا تعملوا فيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، وأي شخص جرب هاي الطريقة يا ريت يعني يكتب لنا تجربته أسفل الفيديو، ونتمنى لكم الصحة والسلامة.